وفق الله. ويلكم ات المنتزه برايفت سكول. هالو جريد 4 ام مسز مي السيد. ليتس ستارت توجذر ذا فاينل ريفيجن. ان شاء الله حبايبي في الفيديو ده هنتناول سؤال ريد اند ماتش، يعني اقرا ووصل. طبعا عندنا بعض الاولاد بيتلخبطوا جدا في السؤال ده، فحاولوا تركزوا معايا. انا اول حاجه نعملها ان احنا نحاول نقرا السنتنس اللي اون ذا رايت، الجمل اللي على اليمين، علشان نوصل كل جمله باللي يناسبها. طيب تعالوا كده. عندي اول حاجه نمبر 1 ذا جاربيج اللي هو القمامه، نمبر 2 ذا الكتريسيتي الكهرباء، نمبر 3 ذا ريبير شوب اللي هو المحل اللي بيصلح الاشياء، يعني delivering letters بيوصل الخطابات، نمبر 5 ذا بايبس اند ذا فوسيتس المواسير والحنفيات. يلا بقى نقرا letter A ونبدا نحل او نوصل كل جمله باللي يناسبها. نمبر 1 بلامر كونكت، احنا خدنا مع بعض حبايبي يعني ايه بلامر. اكسلنت، طبعا سباك. كونكت ايه؟ بيوصل الايه. برافو عليك. طبعا the pipes and the faucets المواسير والحنفيات، يبقى هتوصل اول جمله بنمبر 5. نمبر 2 the mail carrier، مين فاكر يعني ايه mail carrier؟ اكسلنت، طبعا ساعل البريد. افتكر كده، برافو عليك. يبقى هنوصلها بايه؟ بالديليفرنج ليترز اللي هو بيوصل الخطابات. شفت لما قريت الجمل اللي على اليمين بقى الموضوع ازاي سهل في الحل. طيب نمبر 3 ان الكتريكان كونكتس، الكتريكان يعني ايه؟ جود جوب، كهربائي. بيبقى بيعمل ايه؟ طبعا زي الكتريسيتي الكهرباء. نمبر 5 ذيس ميكانكس ورك ان، الميكانكس هو الميكانيكي، ورك ان ايه؟ بيشتغل فين؟ ايوه برافو عليك. طبعا نمبر 3 ذا ريبير شوب اللي هو المحل اللي بيصلح الاشياء. نمبر 5 اجاربيج كولكتور اللي هو جامع القمامه، تيكس اوي ايه؟ تيكس اوي ايه؟ برافو عليك. طبعا تيكس اوي ذا جاربيج، بياخد القمامه. السؤال اللي بعد كده برضو ماتش، هنقرا برضو شبه ما اتفقنا اللي هي على اليمين الاول. عندي نمبر 1 فيفوريت روم الغرفه المفضله، نمبر 2 next to the Nile بجانب نهر النيل، number 3 in the kitchen في المطبخ، number 4 is a very unusual house يعني هو بيت غير تقليدي، number 5 the bedroom اللي هي غرفة النوم. يلا بقى نقرا الجمل اللي على الشمال ونحل. number 1 I sleep in يعني ايه sleep؟ برافو عليك، انام. يبقى هتنام فين؟ excellent، برافو، in the bedroom. هتكتب جنب number 1 5. نمبر 2 which is your يعني which؟ اي او ايهما. هاي يبقى انا بسال عن ايه؟ برافو عليك، which is your favorite room، ما هي غرفتك المفضله. يبقى هتكتب جنب نمبر 2 1. نمبر 3 my village يعني ايه village؟ ايوه طبعا قريه، القريه بتاعتي is ايه؟ ايوه برافو عليك، is next to the Nile، هي بجانب نهر النيل. يبقى هتكتب جنب الجمله الثالثه نمبر 2. نمبر 4 my mom cooks food، امي بتطبخ الطعام. ها ركز كده، برافو عليك. طبعا in the kitchen في المطبخ، يبقى هتوصل او هتكتب جنب نمبر 4 نمبر 3. اخر جمله the upside down house، البيت المقلوب، ها تختار ايه؟ برافو عليك، طبعا is a very unusual house، يبقى هتكتب جنب الجمله الاخيره نمبر 4. يلا بينا نتناول فقرة جديدة شبه ما تعودنا، هنقرا الجمل اللي على اليمين الأول. أول حاجة a broken wire سلك مقطوع، number 2 is dangerous خطير، number 3 milk do you need اللبن اللي بتحتاجه، number 4 turn off the light اقفل الضوء، number 5 in the day في اليوم. يلا كده مع بعض نقرا اول جمله. when you leave a room، when you leave a room يعني ايه؟ when you leave a room عندما تترك الايه الغرفه هتعمل ايه؟ ايوه برافو عليك سامعاك، turn off the light هنقفل الضوء، يبقى هتكتب جنب نمبر 1 4. نمبر 2 don't use يعني ايه؟ don't use، don't لما بتيجي في اول الجمله بمعنى ايه؟ لا تفعل. don't use يبقى لا تستخدم الايه. excellent، طبعا a broken wire السلك المقطوع، يبقى هنكتب جنب نمبر 2 نمبر 1. نمبر 3 electricity، electricity الكهرباء، هي الكلمه الجمله المناسبه معاها.
ايوه برافو عليك سامعاك طبعا is dangerous بتكون خطيرة. Number four, use natural light. Use natural light. استخدم الايه الضوء الطبيعي. ها شوف كده الجملة المناسبة ايه. برافو عليك in the day يعني طول النهار. يبقى هتكتب جنب number four number five. اخر جملة بعد كده how much يعني ايه how much كم الكمية. ها يبقى تختار ايه. برافو عليك طبعا how much milk do you need كم كمية اللبن اللي انت محتاجها. يلا بناخد مع بعض دلوقتي سؤال read and reorder to make sentence يعني اقرأ واعيد ترتيب الجملة مرة تانية. Number one flowers see can the you. طيب يلا حاول كده تركز وتشوف. برافو عليك طبعا. Can you see the flower? Can you see the flower? هل تستطيع ان انت ترى الزهور. Number two small with a fish pelican eats. ركز كده وحاول تكون جملة مفيدة. برافو طبعا. The pelican eats small fish. البليكان بياكل ايه سمك صغير. Number three need water and sunlight plants. ها احنا هنبتدي الجملة ببلانتس ركز كده. برافو عليك. Plants need water and sunlight. النباتات بتحتاج الايه المية وضوء الشمس. Number four horse وهو طول وإذا وذا وآ. ها ركز. Excellent طبعا. How tall is a horse? How tall is a horse? كم طول الايه الحصان. اخر جملة معايا can what seeds will we eat. ها ركز وشوف. برافو عليك طبعا. What seeds can you eat? ما البذور التي تستطيع ان انت ايه تاكلها. وبكده يبقى وصلنا للفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا معنا والى اللقاء لفيديو جديد.